بديله للمحاور اللي عليها كثافات، يعني المواطن هيلاقي مكان بديل او محور بديل يقدر يكمل منه رحلته. نستعرضها مع حضراتكم سريعا. بالنسبه للقادم من مناطق المهندسين والدقي وعايز يروح لمناطق القاهره، هيبقى قدامه خيارين، يا اما كوبري اكتوبر يا اما كوبري الجلاء، ودول افضل المحاور حاليا، وان كنا طبعا بنفضل كوبري الجلاء للقادم من مناطق الدقي وهيروح مناطق وسط القاهره، او هيستكمل رحلته لمدينه نصر عن طريق نفع الازهر. مطالع كوبري اكتوبر حتى الان بتعمل بطريقه جيده وبطريقه مرضيه، سواء طالع من الكورنيش او طالع من منطقه من شارع البطل احمد عبد العزيز. بالنسبه للقادم من مناطق 6 اكتوبر والشيخ زايد، ما زالت الكثافات مرتفعه عند نزله الزمالك بسبب تجمع مجمع المدارس اللي موجود، ما زالت الحركه المريه تسير ببطء، ولكن طبعا مع تقدم الوقت او بعد قليل من الوقت بعد دخول المدارس دي ان شاء الله هتتحسن الحاله المريه مع تعيين الخدمات المريه اعلى. منزل الزمالك هيكون في اثر ايجابي كتير جدا بالنسبه للحركه المريه. بالنسبه اللي طالع من مناطق فيصل والهرم وعايز يستكمل رحلته لمناطق القاهره، المحورين الرئيسيين طبعا بالنسبه لهم هو كوبري عباس، واللي هنستبعده حاليا بسبب ان الكثافات وصلت فيه لاعلى من المتوسطه وبدات توصل لشارع البحر الاعظم، هيبقى البديل بتاعنا كوبري الجامعه، ويبقى بديل افضل، وده طريقه هننزل من نزله الجامعه هنخش على شارع النهضه، بعد كده هنستكمل رحلتنا عن طريق كوبري الجامعه. بالنسبه للقادم من مناطق الدائري لمناطق الجيزه، الثلاث محاور الرئيسيين اللي عندنا محور صفت ومحور عرابي ومحور 26 يوليو. احنا طبعا مع الساده المشاهدين هنحاول نستبعد محور 26 يوليو لانه بيشهد كثافات مرتفعه قادم من مناطق 6 اكتوبر والشيخ زايد، لذلك هيكون البديلين عندنا محور عرابي ومحور صفت، وان كنا طبعا بنفضل دلوقتي محور عرابي بالرغم من وجود اعمال مترو الانفاق، الا ان الحاله المريه عليه افضل بكثير من محور صفت اللي بدا يشهد بعض الكثافات المريه طبعا نظرا لبدء الدراسه والعربيات الموجوده في محيط جامعه القاهره. بالنسبه للقادم من مناطق شرق القاهره الى مناطق الجيزه عن طريق محور المريوطيه، طمنهم لحد دلوقتي البحر الاعظم ما زال في الحاله المريه فيه مرضيه تماما، الكثافات قليله في معظم قطاعاته. هتبدا معانا بعض الكثافات المتحركه في بدايه شارع النيل السياحي اللي هيستكمل رحلته لمناطق الجلاء او مناطق شارع الجيزه، بنطمنهم مع تكثيف الخدمه اللي موجوده هناك في الشارع ده، الحمد لله حاله مرضيه لحد دلوقتي، مش هنلاقي فيه زمن تاخير في الرحلات خالص بالرغم من وجود الاعمال او التحويلات المريه اللي موجوده هناك. بالنسبه لاهم المحاور الداخليه اللي بتتم قاطعين الجيزه زي شارع النيل الاتجاهين، الحمد لله لحد دلوقتي حاله مرضيه فيه تماما. بعض الكثافات المتحركه مش هتؤدي لاي توقف امام مستشفى الشرطه في العجوزه الاتجاه القادم من الكتكات في اتجاه الجلاء. بالنسبه لشارع السودان معظم قطاعاته حاليا بتشهد كثافات متوسطه واقل متوسطه باستثناء طبعا المنطقه قدام امام محطه مترو الجامعه، ده الاتجاه اللي بيأثر على الاتجاه اللي جاي من فيصل وهيستكمل رحلته المناطق الدقي. بالنسبه لشارع جامعه الدول العربيه بالمحاور المرتبطه بيه ما زالت الحاله المريه فيه لحد دلوقتي مرضيه تماما، ما عندناش اي معوقات في جميع المحاور المرتبطه فيه، برضو الحاله المريه فيه عاديه ومرضيه تمام. بالنسبه لشارع الدقي وشارع التحرير كثافات فيه متوسطه واقل من متوسطه، ما عندناش فيهم اي معوقات. اخر حاجه نتكلم عليها شارع الهرم وشارع فيصل، وده اللي بيهم قطاع كبير جدا من الساده المشاهدين، جميع قطاعاتهم الحمد لله بتعمل فيها كثافات اقل من متوسطه باستثناء مطلع كوبري الجيزه المعدني من الهرم، ده بيشهد كثافات مرتفعه، وان كان كوبري فيصل حاليا بيشهد كثافات اقل والسيوله عليه مريه، لذلك احنا نفضل اللي طالع من فيصل والهرم، لو هيطلع من فيصل هيلاقي الوضع افضل بكثير جدا للي طالع من الهرم. هننوه برضو ان ما زالت اعمال الصيانه موجوده معانا على كوبري فيصل، بتتم عمليه دلوقتي الاسفلت تماما واصلاح الفواصل، وان كانت بدات تاتي باستمرار ايجابيه في سرعه العربيات وفي الحركه المريه عليه بقت اسهل بكثير. الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش في الغرفه اي بلاغات خاصه بحوادث معوقه الحركه المريه او اي مؤثرات خارجيه، ان شاء الله نستكمل بقيه فتره الذروه الصباحيه بنفس المعدل المروري ده، جميع الكثافات اللي ترتبت على دخول المدارس ان شاء الله في خلال ربع ساعه نص ساعه هتكون منتهيه تماما، هتعود الحاله المريه عليها في جميع المحاور اللي عليها مدارس الى الحاله الطبيعيه بتاعتها، وان شاء الله نستكمل اليوم ان شاء الله بنفس الهدوء والامن ان شاء الله لحد اخر اليوم، وتحياتنا لجميع قائد السيارات.